يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الأول على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وشهد معسكر الفراعنة انتظام 25 لاعبا بعد انضمام محمد شريف إلى المعسكر، فيما يصل محمد صلاح إلى القاهرة للمشاركة في معسكر المنتخب يوم 1 يونيو. ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني منتخب بوركينا فاسو في 10 مساء من يوم 6 يونيو المقبل، ذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. تأهل فريق الترسانة إلى الدور 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في مباراة التي جمعت بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وبتلك النتيجة تأهل الترسانة لثمن نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2019-2020 والتي خرج فيها أمام الأهلي. وينتظر الترسانة المتأهل من مواجهة بلدية المحلة والجونة في ثمن النهائي. وفي ختام اليوم الثاني من مواجهات الدور 32 من بطولة كأس مصر تجرى الآن مباراة طلائع الجيش وضيفه بورفؤاد على استاد جهاز الرياضة العسكرية، وتشير النتيجة إلى تقدم طلائع الجيش بهدف نظيف. وإلى دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تجرى بعد قليل مباراة أولمبياكوس اليونانية ونظيره فيورنتينا الإيطالية في نهائي النسخة الحالية من المسابقة. وتأهل فيورنتينا للنهائي على حساب نظيره كلوب بروغ البلجيكي بمجموعة المباراتين 4-3، فيما حجز فريق أولمبياكوس مقعده في النهائي بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق أستون فيلا الإنجليزية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي البطولة. أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع هانس فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا لتولي الإدارة الفنية للفريق بعقد يمتد لموسمين وينتهي في صيف عام 2026. وكان النادي الكتالوني أعلن توصله لاتفاق مع تشافي هرنانديز المدير الفني السابق لفسخ التعاقد مع الفريق، حيث كشف النادي في بيان له أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي والذي كان يمتد للموسم المقبل. نهاية أخبار الرياضة، وأعود مرة أخرى إلى نهى وحكمة. شكرا جزيلا لك ميرنا.